وسهلا أحباب برنامج عالم الحيوان الجديد، تشاهدون اليوم حلقة مميزة للغاية عن الدببة الجائحة. عندما تجوع الدببة المفترسة لا تعرف معنى الرحمة وتفتك بأي كائن حي في طريقها حتى أشرس المفترسات. والسؤال هنا دائما عزيزي المشاهد، هل أنت مستعد؟ إذا هيا بنا. لا شك من أن الدببة من أكثر الحيوانات المرعبة ومن أكثر الحيوانات شراسة على الإطلاق، حيث يصل طول هذا المفترس 4 أمتار ووزن 500 كيلوغرام، وهو ذو بنية ضخمة ملعمة بأنياب ومخالب حادة. الدببة مفترس لا يقهر، يجلس منفردا على العرش في بيئة متوحشة. نعم، حياة الدببة لا تخلو من الأخطار والنزاعات العنيفة بينه وبين الوحوش المفترسة الأخرى. يدرك الدب دائما إنه لا مجال للخطأ في المعارك الدارية مع المفترسات الأخرى، لأن الخطأ هنا سوف يكلفه حياته أو جروح تشل حركته على الصيد في البرية المتوحشة. يتجول في الغابة بحثا عن الطعام، وأي كائن حي يصادفه هو بمثابة وجبة محتملة. وبرغم من حجمه الهائل إلا أنه سريع ورشيق بشكل لا يصدق، إذ يمكنه الركض بسرعة 50 كم/ساعة ولمسافات طويلة. لا شك إنه قوة لا يستهان بها، فأنت أمام أقوى وأشرس الحيوانات فتكا في المملكة البرية. وفي هذا المقطع المذهل نرى قوة الدببة الحقيقية وشراستها عندما تجوع، فإنه لا يعرف معنى الرحمة، وأي حيوان في طريقه هو فريسة حتما حتى لو كان مفترسا أشرس منه. ونرى في هذا المشهد المرعب مجموعة دببة تفتك بذئب وتهجم عليه بالرغم من وجوده مع قطيع من الذئاب الأخرى، ولكن تهجم الدببة بكل قوة مرعبة وشرسة ولا تبالي بمجموعة الذئاب الأخرى. وهنا تمكن الدب من الفتك بالذئب، وتدخل مجموعة من الدببة الأخرى من أجل تقطيع الفريسة وتوزيع الغنيمة، لكن شجاعة الذئاب الأخرى تظهر هنا وتتدخل لتنقذ هذا الذئب من الدببة المتوحشة. ولكن الدببة لا تبالي بهجوم باقي المجموعة بالرغم من خطورة الذئاب القاتلة، وبالفعل تتمكن الدببة من الفتك بالذئب في مشهد مروح حقا تحبس له الأنفاس. وهنا مشهد آخر لقوة الدببة المتوحشة في مقابلة أسد الجبال المرعب. نرى هذا الأسد المفترس قد حدد فريسته بكل دقة. إنه دب صغير لا يقدر على الخروج من هذه البقعة من المياه، وهنا ينطلق الأسد في مطاردة فريسته السهلة. وهنا قد تمكن من الإمساك بذئب صغير، ولكن الدب لا يعرف غير الشجاعة وعدم الهروب، ويبدأ الدب الصغير في مباغتة هذا المفترس القاتل. ولكن الأسد هنا تتفوق، ولكن الدب الصغير ضربات متتالية وسريعة كادت أن تفتك به وينتهي الأمر. لكن نهلا قد ظهرت الأم هنا وهي سائرة بطريقة مرعبة وبصوت مرعب تصدره حجم هائل. ينسحب الأسد بعد المترات ويترك الفريسة خوفا من هذا العملاق، وهنا يذهب الدب الصغير إلى أمه التي احتضنته بكل شوق ولهفة. وتبدأ الأم في الهجوم هنا على هذا الأسد المفترس، وبصوت يسمع له باقي أرقاء المنطقة وحجم هائل ومخالب حادة. يهجم على الأسد بكل قوة وشراسة، ويحاول الأسد مرات عديدة الرد بضربات سريعة لمخالبه الحادة أمام هذا العملاق، ولكن هذا الوحش العملاق قوي للغاية. وهنا يقرر الأسد الانسحاب والهروب للنجاة بحياته من هذا العملاق. نعم عزيزي المشاهد، هذه الدببة العملاقة عندما تغضب لا تعرف الرحمة وتنقلب إلى آلة قتل تفتك بأي كائن في طريقها. ونرى مشهد آخر يحبس الأنفاس حقا. نرى مجموعة من الخيول وهي تجري في هلع وززع شديد كأنهم رأوا شبحا قادما، ولكن عزيزي المشاهد هذا ليس شبحا، إنه دب عملاق جائع يجري وراءهم من أجل الفتك بأحد هذه الخيول. وبالفعل يتمكن هذا المتوحش من الفتك بأحد هذه الخيول وينتهي الأمر. نعم الدببة من أخطر المفترسات في المملكة البرية المتوحشة، لأنه يعلم جيدا لا بقاء لضعيفه هنا. ونرى بعض المشاهد المرعبة حقا لهجوم الدببة المرعبة على بعض الحيوانات بكل وحشة وبلا رحمة. فبهذا الحجم الهائل عندما يقف هذا العملاق يكون الوحش مرعبا حقا، حتى أقوى المفترسات مثل النمور القوية تنسحب أحيانا وتتجنب المواجهة مع هذا العملاق، لأنها ستكون معركة طويلة ولا تنتهي بسهولة بالنسبة للنمور أو الأسود. فهذا العملاق لا ينتظر موت فريسته بل يأكلها وهي على قيد الحياة بدون رحمة. إنها تهجم على أي كائن في طريقها، حتى أراضي المزرعين لا تسلم من هجمات هذه الدببة وأشرس الكلاب الموجودة للحراسة. لا تقدر على إرجاع هذا العملاق عندما يكون جعانا. إن الغابات المرعبة لا يوجد فيها قانون ولا رحمة بين الكائنات المفترسة، ولكي تبقى على قيد الحياة يجب أن تقتل. وهنا ينتهي حلقة اليوم عزيزي المشاهد. أتمنى أن تكون حلقة مفيدة وممتعة. من فضلك اترك لنا تعليق برأيك عن حلقة اليوم، ولا تنسى الاشتراك والإعجاب بهذا المقطع للاستمرار في هذا النوع من المحتوى. وألقاكم على خير أحباب برنامج عالم الحيوان في حلقات متجددة باستمرار.